بنبارك لكم طبعا على اختياركم، على اختياركم في حكام النخبه اللي هيديروا كاس العالم. احكي لنا بقى القصه دي، يعني ايه النخبه؟ وهل دي خلاص يبقى انت رحت كاس العالم ولا لسه في خطوات تانية يا كابتن ابراهيم؟ لا لسه في خطوات كتير. زي النخبه الافريقيه ديت هي بتبقى مقسومه جزئين، النخبه بي والنخبه ايه. بياخدوا الحكام لما يخشوا القائمه الدوليه الاول، بيعملوا لهم معسكر الحكام الجدد الدوليين كان بيبقى في الكاميرون، بيبداوا ينتقوا منهم الابرز عشان خاطر ياخدوهم في النخبه بي، وبعدين يدرجوهم يودوهم البطولات القاريه للامم، كاس الامم الافريقيه تحت 17 سنه وتحت 20 سنه تحت 23 سنه. يبقى ده اختبار رسمي ليهم، اللي بينجح فيهم بيختبروا من كل مجموعه مثلا من 4 لـ6 حكام، من 4 لـ6 مساعدين، يبدا يدخلوهم النخبه بي، ومن بي يبدا يوديهم كاس الامم الافريقيه للمحليين، اللي بينجح منهم بيبدا ياخدوهم في صفه الحكام اللي هي النخبه ايه، اللي بيبدا يختاروا منهم بعد كاس الامم الافريقيه الكبيره وكاس العالم الناشئين والشباب، اللي يروح كاس العالم الكبيره والاولمبياد. امال كابتن جهاد جريشه مش اختير ضمن كاس العالم جهاد تقريبا؟ كابتن جهاد تم اختياره في النخبه تقريبا من حوالي 5 سنين. جهاد كان حكم دولي من 2008. فهو جهاد بحكم الاقدميه طبعا، هو أدمية موجود هو وتحسين ابو السادات موجود بقى لهم مثلا دورتين في النخبه. فهو انت اول مره كابتن تاخد في النخبه؟ دي اول مره اخش النخبه ايه، كنت في النخبه بي، وبعدين دلوقتي بقى انا واحمد ودلوقتي بقينا في النخبه انا واحمد الحمد لله. دي احنا بقى اللي هي مؤهله لكاس العالم باذن الله، دي اللي بتاهل للبطولات الكبيره، كاس الامم الافريقيه وكاس العالم ل 17 سنه و20 سنه والاولمبياد وكاس العالم الكبيره. فيها معسكرات يا كابتن ولا بتبقى يعني ما هو معسكر؟ معسكر يعني معسكر في اختبارات هو بيتعمل في كذا دوله. السنه اللي فاتت كان في المغرب اللي جهاد شارك فيه هو وتحسين، وجهاد وتحسين معانا برضو في النخبه ديت. احنا تم اضافتنا لقائمه الحكام النخبه. السنه دي معموله في مصر هنا في احد الفنادق في 6 اكتوبر، والتمرين هيبقى مشروع الهدف. بيتخلل المعسكر ده جزء بدني، اختبارات بدنيه واختبارات ذهنيه واختبارات فيديو تيست، بيجيبوا لنا حالات واحنا بندي القرار زي ما يكون في الملعب بالظبط. وجديد السنه دي ان هيبقى في تعديلات بقى بتاعت قانون كره القدم، هنبدا يعني اختبرونا فيها اختبار تحريري.